الفهد تباشري الأصيلة بعلم تباشر به جميع القباية وخالد بري من العلوم الحزيلة ذبن زغاري الفرح يا الأصايل والحمد لله كل صبح وليلة بمره ينجي من يذوق الهواية والحمد لله كل صبح وليالي بمره ينجي من يذوق الهواية وتباشري باللي ما تجيب الفشاية بسنابي واستقرامي ويت وسيلة خل الفرح يشر بكل الوسايا ويا نبض عبر بالحروف الجزيلة عن فعل منه يستحق الجزاية أحمد علي عز وفخر القبيلة الشبلية اللي تفتخر في هواية كفو يتركي للحمود الثقيلة لأن الثقايل ما لها إلا الثقايا يوم الردي جنب أحمد لها قول وفعول وصمايل أو في موقف ما مر عمري مثيلة من مرجله من خوه ومن فعايل قال بشير بعزك له طوايل وحنا أهل العرفة على قناة لهفة طايل من شرقها ليا غربها شد حيلة حمد صدب الحجج والدلايل أحمد أصيل الناس اللي والله أصيلة ونادر شبه في بطون الأصايل واليوم فرحة والفرح له نشيلة يوم الفهد تباشر بابن وايل يوم الفهد تباشر بابن وايل ابن وايل الفهد تباشري الأصيلة بعلم تباشر به جميع القباية وخالد بري من العلوم الحزيلة ذبن زغاري الفرح يا الأصايل والحمد لله كل صبح وليلة بمره ينجي من يذوق الهواية والحمد لله كل صبح وليالي بمره ينجي من يذوق الهواية وتباشري باللي وسيلة خل الفرح يشر بكل الوسائل ويا نبض عبر بالحروف الجزيلة عن فعل منه يستحق الجزاية أحمد علي عز وفخر القبيلة الشبلية اللي تفتخر في هواية كفو يتركي للحمود الثقيلة لأن الثقايل ما لها إلا الثقايل يوم الردي جنب وحاش الفشيلة أحمد لها قول وفعول وصمايل موقف ما مر عمري مثيله من مرجله من خوه ومن فعايل قال بشير بعزك له طوايل وحنا اهل العرفه على قناة لهفة طايل من شرقها ليا غربها شد حيله حمد صدب الحجج والدلايل احمد اصيل الناس اللي والله